Emma. Emma. Next. بونجور دكتور. اهلا بونجور. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. تفضل تفضلي. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. طمنا شو المشكله دكتور؟ سوري ما تاخذني بس عم يصير في عندي تتشاي من وقت لوقت. يعني لعيان نفس اول شيء هيك صار زمان بلش معه بعدين بعد الدشة بصير في عندي مغص. ايه صار له شيء 3 اسابيع عم تطلع بنوع مثل هيك مثل هلا صارت معي هيدي الشيء العادي هيدي. سوري ما تواخذني بس انه هيك بس هلا خافي. انا بتصير معي هلا خافي عن الاول. انا صايره معي منيح هيدي. مثلا بكون قاعدك عم بحكي بتطلع هيدي غير هلا صارت بس على الخفيف. بس اوقات بتكون قوي يعني مزعجه كثير. انا بلشت كل 3 ثواني انا في مره كنا قاعدين سهرانين مع عالم بلشت شو عم تحكي مزعجه كثير. لا خلاك في صار شفت هيدي لا انا خفت لا اراديه ما تحس انا خفت كليا خفت لا هلا انت صار 4-5 مرات انا خفت هيدي من المعده بيكون في شيء صح عم تاخذ لها شيء عم باخذ لها ديفاكسين 250 والله انا سامع في هذا منيح مين وصف حدا وصف لك شو دواء هذا وصف لك مصدر موثوق عم باخذه عم اقول لك كنت كل 3 ثواني اطرق تشاي ليك هلا هلا صارت معي ايه ما عم اقول لك يعني انا وياك مثل بعض لحظه بس شفت النبض طبعا اوكي عظيم دواء بياخذ العقل دواء منيح هذا بس هذا كيف عم تاخذ منه هلا هذا بياخذه حبتين الصبح وحبتين عشيه وحبتين صبح وظهر وعشيه اوكي قبل مع الاكل ولا قبل الاكل لا اي اكل اي اكل قبل الاكل بعد الاكل بتاخده بنص الاكل هلا بنص الاكل لقلك ليش ديفاكسين لقلك ليش لحظه هلا بكتب لك اياه لقلك ليش لانه لما بتاخده مع الاكل هذا بيأذي المعده بدك تاخده بنص الاكل اوكي كون طارق وجبي هلا ليك هلا كيف عم بتضايقني كثير ايدي الله خليك ايدي اسمع احو ديفاكسيلين ديفاكسيلين 250 ملي جرام اوكي حب الصبح والظهر ليك وعشية لا 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 شوف شوف بس ناخذ هذا الدواء طبعا ليك رح جربه بس بحال ما مشي الحال شو بصير هيدا جمعة جمعة بتجربه ايه واذا ما مشي الحال رجعنا عندي بعد جمعة اوكي